مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مجددا. أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قبل أيام عن توقيع اتفاقية أن تحصل الحكومة على قرض من البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار تحت يعني ما يسمى تنفيذ مشروع الاستجابة للتحويلات النقدية الطارئة لفيروس كورونا، وقالت بأنه سوف يستفيد منه 270 ألف أسرة فقيرة. وبين الفينة والأخرى منشوف بأن الحكومة تعلن أنه في شيء يأتي على شكل مساعدات أو منح أو قروض. إحنا سألنا المواطنين في استطلاع للرأي أنه هل تعتقد بأن الحكومة تنفق هذه الأموال بالوجه أو على الوجه الملائم؟ خلينا نشوف نتائج الاستطلاع. ما في شيء واضح 100% في موضوع كورونا كامل. كل موضوع كورونا من أول له إن شاء الله ما ينتهي والله يرحمنا منه. تعرف شو لوين بده يودينا؟ والله شوف انا مش مطلع كثير يعني، بس ما اعتقد انه اللي تم توزيعه يوازي اللي دخل يعني. هل هناك في خطه انه كان على علم انه راح تمتد هذه الازمه لمده فخلوه توزيعها بطريقه اللي هو شوي شوي عشان تكفينا اكثر ولا لا؟ هذا الله اعلم. طبيعي اكيد انها الدوله الاردنيه يعني انفقت بشكل جيد وممتاز بترتيب. طريقة اللي نعرف فيها احنا كمواطنين يعني سواء انه في الصحف اليومية ممكن او عبر تصفح الانترنت منشوف انه تم كذا وكذا، بس لا اعلم حقيقة يعني بالضبط شو اللي بصير يعني. اكيد الاردن تصرف المساعدات اللي بتجيها على هذا الموضوع، بس بتوقع انه لازم يكون التوجه اليوم بتأمين الغذاء والامن الغذائي بسبب الوباء، لانه الموضوع صار الناس مش رح تكتفي بالوباء لحاله، يعني بطل تحدي الوباء للناس، صار في تحدي الأمن الغذائي للناس، فالمفروض إنه هلا تتوزع المساعدات للأمن الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي. في الحقيقة لم نرى شيئا ملموسا على أرض الواقع، يعني هناك العديد من المنح اللي إجت، لكن في الواقع ما لمسناش لا بالكوادر الطبية ولا بأي شيء ثاني إنه مبين على أرض الواقع وملموس. يا صديقي المحترم، اتفاجئ أنا من الأخبار أنه في حوالي 392 مليون دولار وصلت تبرعات من الاتحاد الأوروبي، وقبل يومين في 46 مليون دولار من البنك الألماني من الحكومة الألمانية، وصل للأردن تقريبا فوق المليار. ما حدا صرح فيهم، ما شفنا شيء، خاصة القطاعات المتعطلة، عمال المياومة أعطوهم شهر أو شهرين أوقف الدعم. هناك شكوك كبيرة أن حجم العجز الموازي للسنة حوالي فوق المليار ونص، بالإضافة إلى 6.5 مليار أخذوه من الضمان الاجتماعي غير المساعدات. الأصل أنه أنا كمواطن ألمس آثار الحظر اللي صارت معي. أنا باعتقادي أنه لا تنفق بالشكل السليم، وباعتقادي أنها لا تنفق بشكل كامل، وهي المنح يجب أن تنفق على هذا الوباء لإنقاذ المواطنين الأردنيين من هذا الوباء، وأنا باعتقادي أنها لا تنفق بالشكل السليم. تابعنا يعني مشاهدينا من خلال هذا الاستطلاع، شفنا أنه أراء الناس منقسمة ما بين أنه ناس بتقول لك أنا لم أسمع بها، بعرفش عنها عن هذه الأموال، وناس بتقول لك أنه أنا سمعت بها لكن غير متأكد من أنه أنفقت، وفي ناس بتقول لك لا أنا متأكد من أنها أنفقت، ولكن أيضا لابد من مراعاة قصة أنه هذه المساعدات لا تنفق فقط على الأمن الصحي، وإنما تنفق على تأمين أيضا متطلبات يعني العيش الكريم للمواطنين بشكل عام. إحنا معنيين بأنه نعرف عن حجم المساعدات للأردن. معنا للحديث حول هذا الموضوع الخبير الاقتصادي حسام عايش. أستاذ حسام يعطيك العافية. أهلا وسهلا أستاذ. يعني هو ما هو حجم المساعدات التي وصلت للأردن خلال هذا العام؟ يعني لو أخذنا العام الماضي 2019 حجم المساعدات كانت حوالي 2.6 مليار دولار، من ضمنها القروض الميسرة أي القروض طويلة الأجل وبكل في فائدة منخفضة. نعم. وفي هذا العام حتى نهاية شهر 7 كان إجمالي المساعدات اللي أعلنت عنها الحكومة 1.7 مليار دولار، وهذه المساعدات كانت يعني في تتضمن ثلاث أنواع من المساعدات، منها منح ومساعدات مقدمة للأردن ب 589 مليون دولار، ومنها قروض ميسرة 507 مليون دولار، ومنها لما يسمى بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. نعم.
بحجم 597 مليون دولار. هذه الأموال اللي وصلت خلال يعني 7 شهور الأولى، وطبعا لحقها الآن كمان الحديث عن أموال أخرى، هذه جميعها يفترض أنها تأتي لدعم الموازنة أو تذهب لدعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بما تتضمن من مساعدات الإنفاق على الوجود السوري ومساعدات للبيئات المحلية الحاضنة لهذا الوجود، ودعم للموازنة الأردنية باعتبارها تتحمل كلف في هذا المجال، إضافي إلى قروض ميسرة بكلف منخفضة، بعضها يذهب للدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية. يعني الاحتياطي لدينا أيضا القروض والمساعدات التي تأتي يتم يعني وضعها في هذا الاحتياطي للمحافظة على ثبات سعر صرف الدينار. وأيضا هناك هذه الأموال ينفق في كثير من الحالات على متطلبات صحية تعليمية، نفقات أخرى تتعلق بالصرف الصحي، تتعلق بالتعليم، تتعلق بفرص العمل، تتعلق بالمنافسة وتطويرها بالحكم الرشيد إلى آخره. أستاذ إسام، في سؤال هنا، في سؤال يمكن أن يطرح، أنه يعني فعلا هل أوجه الإنفاق واضحة؟ ومن هي الجهة المسؤولة عن مراقبة إنفاق هذه الأموال؟ الجهة المسؤولة رسميا هي الحكومة الأردنية، بالتخصص هي وزارة التخطيط. نعم. هي المسؤولة مباشرة عن الرقابة على هذه المنح ومتابعتها. لكن الإشكالية فعلا أنه لا توجد لدينا إحنا كمواطنين معرفة بالطريقة التي تنفق بها. نعم. والتي يفترض أن تكون أيضا معلومة لدى الجهات المانحة وأن تكون على اطلاع عليها، وليس لدينا معرفة بالنتائج التي ترتبت على هذا الإنفاق لنحكم على مدى جدوى من عدمه، إذ أنه لا يعقل أيضا أن تكون الموازنة الأردنية، يعني لما إحنا نخطط موازنتنا ونعلن عنها بيكون جزء منها من الإيرادات. نعم. هي المنح المتوقعة في موازنة 2020، المنح المتوقعة حسب الموازنة والتي توضع في جانب الإيرادات 807 مليون دينار، وهذا يعني غير معقول إنه إيراد منح. نعم. قد تأتي وقد لا تأتي، أن تكون جزءا من خطة الخطة المالية العامة للدولة وتبنى عليها قرارات الإنفاق. طب الجهات الأخرى مثل ديوان المحاسبة، مجلس النواب، متابعين مثل هذه الموضوعات؟ هو يفترض أن تكون هناك رقابة وأن يكون هناك أسئلة من النواب بشأن هذه المنح. أنا لدي يعني ملاحظات كثيرة، كثرة هذه المنح. نعم. وكثرة الجهات المانحة وأحيانا الالتزامات التي تصرف بموجبها هذه المنح ومعايير الصرف تخلق في بعض الحالات يعني مشكلات فيما يتعلق بكيفية استجابتنا لهذه المعايير ولهذه الالتزامات المتعلقة بهذه المنح، تصل أنا بالنسبة لي إلى حد أحيانا متعارضة فيما بينها. نعم. وبالتالي هذه تؤثر على الكيفية التي تنفق بها، والتي يفترض أن تكون هناك مراجعات مستمرة. ويعني لا بأس أن يصدر مجلس النواب الأردني أو الأمة الأردني قانونا أو أن يطالب الحكومة بنظام تلتزم بموجبه بمعايير واضحة وشفافة لكيفية إنفاق هذه المنح والمساعدات الواردة للأردن ومدى الجدوى حتى من استمرارها، إذ لا يعقل أن تكون يعني إحنا ننتظر منح ومساعدات ونبني قرارات عليها فيما نتيجتها على الأرض يعني تكاد تقارب الصفر. لذلك آن الأوان للتعرف فيما إذا كان يعني مطلوبا من الأردن للاستمرار بتلقي هذه المنح وفق المعايير الدولية التي قد لا تكون مناسبة للأردن، أو إذا كان الأردن فعلا يمكنه أن يمضي قدما بتمويل مشاريعه الخاصة دون حاجة لهذه المنح. هذا من جهة. جهة ثانية، من الواضح أنه الدول المانحة يعني التزامها تجاه هذه المنح
ليس التزاما قانونيا وإنما التزام أدبي، وبالتالي أنت قد تخطط لبعض المشاريع وبالنتيجة لا يأتي التمويل لها، مما يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالإنفاق على هذا المشروع انتظارا لمنحة لا تأتي وتتحول إلى ديون، وبالتالي تحمل الخزينة المزيد من الكلف. آن الأوان لأن يكون لدينا نظام يضبط هذه المنح وكيفية إنفاقها ويحاسب على نتائج هذا الإنفاق والعائد منه، إذ لا يعقل أن نتلقى منحا دون أن يكون هناك نتيجة فعلية مباشرة للمستفيدين منها، والذين هم يفترض أن نستمع إليهم فيما إذا كانوا قد استفادوا من هذه المنح الموجهة إليهم من عدمه. أستاذ حسام، يمكن هون في سؤال يعني ببساطة وبعيدا عن بالنسبة للمواطن العادي، بعيدا عن تعقيدات الموضوع الاقتصادي، ليش ما بنشعر بانعكاس هذه المنح على الموازنة؟ دائما ما نسمع بأنه الموازنة فيها عجز، ليش ما بنسمع بأنه أو ليش دائما بنسمع بأنه في ديون، يعني المديونية تزداد، لماذا لا تنعكس هذه الأرقام على الموازنة بشكل إيجابي؟ يعني ولو أنه هذا سؤال جوهري والحكومة المفروض أن يعني تجيب عليه، أنا اعتقادي أن وجود هذه المنح والمساعدات يسمح ببقاء العجز مستمرا، لأن الحكومات تعتقد أن هناك تعويضا لأي إنفاق تقوم به وإنفاق زائد تقوم به عن طريق هذه المنح والمساعدات، وبالتالي لا تكون هناك ضوابط على إنفاق الموازنة بالشكل المضبوط أو بالشكل الذي تستدعيه الانضباط المالي، الأمر الذي يؤدي إلى في كل عام مع إعادة التقدير في النفقات والإيرادات للموازنة هناك دائما زيادة في النفقات عما هو مقدر وعما هو يعني موافق عليه من مجلس النواب، وهذه الزيادة تؤدي إلى ارتفاع العجز في الموازنة، يتم جزئيا تعويض جزء منه من المنح والمساعدات. لذلك آن الأوان لأن يكون هناك مزيدا من الرقابة على النفقات للالتزام بها، وعندها يمكن أن يكون هناك نتيجة إيجابية من استخدام المنح والمساعدات في الغايات أو لصالح الغايات التي من أجلها يتم تقديمها للأردن. هذا ما يفترض بمجلس النواب أن يقوم به، ويفترض أيضا بالحكومة أن تعمل به، لكن للأسف ما يحدث أن الحكومات تزيد في الإنفاق يعني فوق ما هو مقدر في الموازنة، وتأتي هذه المنح والمساعدات لكي تغطي هذه النفقات دون أن يؤثر ذلك على عجز الموازنة بتخفيضه، ومن ثم نعود مرة أخرى إلى تمويل هذا العجز في الموازنة عن طريق الديون. هذا أمر لا يمكن القبول باستمراره، وآن الأوان لوضع حد له بشكل تدريجي أو بشكل حاسم، لأنه لا يجوز أن تظل بوابة الديون هي المدخل الرئيسي لتمويل حتى نفقات جارية في الموازنة أو لسداد ديون مستحقة على الأردن. نعم، الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا يا سيدي. هلأ.